احتج العشرات من طلبة جامعات نينوى اليوم في وسط جامعة الموصل على قرار إجراء الامتحانات بطريقة حضورية، وقال الطلبة أنهم قد تلقوا المحاضرات طوال العام الدراسي بطريقة إلكترونية ويجب أن يكون الامتحان كذلك. والله مطلبنا بجعل الامتحانات الإلكترونية صار محمود، لأن الامتحانات على الإلكتروني اللي أخذناه ما أخذنا من عقد كل شيء. الامتحانات الحضورية نحن ما أخذنا يعني محاضرات داخل الحضوري، فصعب علينا ما نقدر. نحن تلقينا المحاضرات بشكل إلكتروني، قسم من الأحيان صوت الدكتور ما يصنع، تعرف الإنترنت بالعراق يعني ضعيف وكذا، وقسم من الطلاب ما يملك مصرف مع الإنترنت. قال الطلبة أيضا بأن من الصعب عليهم أداء الامتحانات بهذه الطريقة، خصوصا أن التعليم الإلكتروني لم يكن يوصل المادة العلمية لهم بطريقة وافية، وهنالك العديد من السلبيات التي كانوا يعانون منها. احنا درسنا إلكتروني، لازم نمتحن إلكتروني، ما يصير هذا ظلم. يعني مخلينا أكو طلاب أكو أقسام عندهم يعني 60% خلوا لهم، داي يخلوا لهم 6 مواد أو 7 مواد أو 8 مواد حضوري، وإحنا ما دارسين كل شيء. لأن الصراحة ما عندنا افتهام مع المحاضرات، يعني نفوت ما أحكي لك عن نفسي 3/4 الطلاب نفوت على الميت سوي كتم وما نفتهم، يعني مو قوة واحد يعني شلون طاقتهم كل من على طاقته. أساني بالنسبة لي على الإلكتروني ما افتهم. ورغم أن هذا اليوم يصادف عيد تأسيس جامعة الموصل الذي يحتفي به طلبتها في كل عام، لكن مظاهر الاحتفال قد غابت بسبب انشغال الطلبة بالتخبط الذي يعيشونه بسبب القرارات، وهم اليوم يبحثون عن ورقة ضغط على الوزارة من أجل أداء الامتحانات بطريقة إلكترونية. عام مربك عاشه طلبة الجامعات بسبب جائحة كورونا وقرارات وزارة التعليم العالي، واليوم يريدون أن ينتهي هذا العام كما بدأ، فكما درسوا بالطريقة الإلكترونية يريدون أن يكون الامتحان بذات الطريقة. من جامعة الموصل، محمود الجماسة، قناة التغيير.